اليوم أو الآن إحنا وصلنا لليلة النصف من شعبان، وهو طبعا يوم مبارك عند المسلمين عموما، إذ يتم الاحتفال بهذا اليوم بالتراث الشعبي الإماراتي. هذا اليوم يسمى بحق الليلة، يجتمع فيه الأطفال بعد صلاة العصر أو العشاء، يرتدوا الزي الإماراتي الشعبي الجميل وبيذهبوا للبيوت يطلبوا ما يسمى بحق الليلة، مرددين عطونا حق الليلة. هلا 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 هلا، تعال 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 تعال، نص هنا ونص هنا، تعال 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 تعال. الله، حفلة. يلا مين رح يغني؟ يلا. قرقيعة وقرقيعة لبيتك صيا ورميضان، الله عادت عليكم صياي كل سنة وكل عام، الله يخلي ابوهم الله يخلي لهم عسل بقعة يلا كمان خلاص.